الله عليك يا كهربا، ايه جاب جون؟ ده جاب 70 مليون جون. في مين؟ الزمالك. ازاي؟ دفع الغرامة بالجنيه قبل التعويم لما كان الدولار ب31 جنيه. يخرب بيت سلكانك يا كهربا. يا عم انت فرحان كده ليه؟ شكلك زملكاوي يا عم تنيل. هو الحوار كله انت شايفه اهلي وزمالك؟ انت اخبارك ايه مع التعويم؟ اقصد مع تحرير سعر الصرف. انت هتشوف الماتش فين؟ مش هشوفه، ما انت عارف يعني الزيطه دي كلها ومش هتتفرج. امال لو كنت حضرته في الاستاد كنت عملت فينا ايه؟ ياه فكرتني بجمهور الدرجة التالتة أيام لما كانت التذكرة ب10 جنيه أو أقل. هتافات وتشجيع وشماريخ وإعلام وتفوهات. كان جمهور بجد مش جمهور تذكرتي. يمكن أنا زعلان إن نهائي كاس مصر مش هيتلعب في مصر، لكن الحاجة الوحيدة اللي مفرحاني إن هيبقى فيه جمهور وتنظيم أفضل وملعب أحسن ونقل تلفزيوني أجمل.